دونك نكملوا على احنا في السيونس ولا ليكتشر 8 ولا 8 من لا فورماسيون ديال ام سي اس ا ويندوز سيرفر 2016. كنا شفنا في لا سيونس اللي داز كنا هضرنا كيفاش نديرو تري ماشي تري باردون ار او دي سي كيفاش نديرو شايلد يعني كيفاش نديرو شايلد كيفاش نديرو ار او دي سي كيفاش نديرو سايز الاف اس ام او على نديرو الميغراسي. كنا درناها بهاد كنا درناها بال ان تي دي اس يوتيوب كنا خدمناها بالان تي دي اس في يوتيوب باش جبنا داك واش الا وقع مثلا الاول وقع طاحهم فان داك الثاني كيطلع بلاصتو كيولي هو البي دي اس يعني هو البرايمري دومين كونترول. دابا غادي نديرو واحد الحاد في هاد لا سيونس غادي نشوفو شنو هو غادي نديرو التري يعني شفنا السايد شفنا البي دي سي شفنا الاديسيونيل ار او دي سي شفنا السايد دابا غادي نشوفو شنو هو التري كيفاش غيتستار التري يعني نشوفو كاع الانواع كاملين غادي نهضرو عليهم وغادي نبداو في الجي بي او نبداو في الجي بي او غادي نكملو عليها غدا يعني نديرو دابا شوية وغدا تاني غادي نكملو على بارتي ديال لي جي بي او. مزيان دابا هدا عندنا واحد غادي نبداو بالتري يعني لا نديرو واحد لا سيما باش ديما نبقاو غاديين في نفس الكونسيبت هادشي بزاف خويت علينا الأزر أزر ديرون هنا فاش كتكون عندنا واحد الفوري بحال هكا هاد الفوري دايره بحال هكا كتكون فيها هنا مثلا درنا اول دومين هو هذا اول دومين اللي كيكون ديجا فيه شنو كيكون فيه واحد دومين كونترولر دومين كونترولر مزيان الدومين كونترولر اللي كيكون هنا اللي هو البي دي بي دي سي بي دي سي اوكي هنا زدنا واحد مثلا زدنا معاه واحد اديسيوني هنا في الكور احنا قرينا شنو هو الاديسيوني اديسيوني دومين كونترول اديسيوني دومين كونترول اوكي يعني كيكون فيه نفس الكوبي ديال هذا لان فريد هنا عندنا السياج ديالنا مثلا في كازا اوكي هنا هي في كازا مثلا فتحنا واحد ماشي اونتيتي ماشي حتى هي واحد البلاصه خدامين فيها مثلا فيها الناس خدامين كاين دي زيتيزاتو خدامين هاد لي زيتيزاتو اللي خدامين خصهم ديما كيطلعو يتاوتنتيفياو هنايا في كازا تال يجيو تال كازا هنايا الوغ باش نحلو المشكل كاين اللي قالك نديرو الاديسيونيل نحطوه هنا الا درنا اديسيونيل ماشي سيكيريز يعني الا مشى حتى شي واحد طاح على الاديسيونيل مشى لنا كلشي يعني كنديرو لهم غير ار او دي سي واحد دومين كونترولر وين هو ار او دي سي ار او دي سي وحنا كنختارو يعني كما قلنا كنختارو لي مود باس اللي كيتوقع لهم الريبليكيشن هنا مع هذا وهذا قلنا غير واحد السيت مثلا الناس خدامين فيه هنا مزيان الوغ هاد الشركه هادي اي تي اب تو يو هادي اي تي اب تو يو اب تو يو هادي كامله بعدا هادي اي تي اب تو يو دوت كوم هي سميه الفارس اي تي اب تو يو دوت كوم وهادي الفارس اي تي اب تو غادي تفتح واحد الفرع جديد ولا الفيليال جديد غادي تحطو مثلا هنايا غادي يكون مثلا فاس ولا فتازة ولا المهم فاس هنا التازة غادي يبقى عندو نفس السمية يعني غاتفتح اي فرع تازة يعني كنسميو عقلو عليها فرع هضرنا على فرع
وفيليال. غادي دير واحد هنا في تازا الناس خدامين، يعني كاين ديجيتيزاتور دي بي سي العالم كامل كاين هنا باش هادو يتاوثنتيفياو ويكونوا يعني تابعين الدومين ديالهم. في تازا غادي ندير لهم دومين كونترولر وغادي نسميه شايلد، نسميه شايلد، غادي يكون هو شايلد. انا غادي انهيرت ولا كيسميو، غادي يورث هاد السميه اللي كاينه هنا، غادي يولي داير سميتو تازا بوان اي تي، بوان اي تي اب تو يو دوت كوم. اوكي راه حنا درنا هي واحد الشايلد باطا من هنا. دابا هاد اي تي اب تو يو دارت واحد المارك جديده ولا واحد سوسيتي جديده دخلتها بغات ديرها. مثلا كتلقى سوسيتي مثلا كدير بزاف ديال لي برودوي اللي داخلين فيها بزاف، بحال نعطيكم اكزومبل مثلا ديال الفيسبوك. فيسبوك داخله شنو؟ داخل فيها الميسنجر، داخل فيها الواتساب، داك العالم ديالها. يعني كتلقى شركه عندها بزاف ديال لي برودوي، كل برودوي يعني هي شركه حتى هي بحد ذاتها مستقله ولكن تابعه للشركه الاصليه. هنا فاش تفتح واحد الفرع حتى هو شركه مثلا هنا ديرو كادومين باش يجي غتفتحو مثلا غتفتح واحد شركه سميتها اي تي دوت كوم، اي تي دوت كوم. هاد اي تي فاش تفتحها ما غاديش تكري، ما غاديش تدي السميه ديال هنا باش الناس ما يعرفوهاش بلي راه ديال هادي، غادي تولي مستقله. عندها ديزيتيزاتو، عندها ديزيتيزاتو ديالها وحده خاصين بها، وعندها دومين كونترولر ديال مزيان. هنا بالنسبه لهذا هاد الدومين هذا كيكون تابع لهذا، يعني تابع لهذه الاصليه، يعني هذا هو الادمين دي اوني. هذه راه مستقله، هذا البي دي سي، هذا البي دي سي اللي كاين هنا غادي نديروه هو ديال هذه، ولكن هذا راه كيتحكم فيه هذا اللي الفوق ديال الفوري كامله. ابسورباسيون بحال تشري شي اونتربريز ولا دير اونتربريز جديده ولا المهم. وين هاد كتقدر دير الا شريت تقدر دير بيناتهم غا تراست عاوتاني لابروباسيون كدير تراست. هاديك فاش كتشري وحده جديده هادي ماشي تراست، هادي هادي ما هادي كيكون ديجا راه تراست بيلت ان كيكون هنا تراست هاك. هنا ما غاديش تشري وحده جديده، إذا شريت وحده جديده راك بحال اللي غادي دير بيناتهم تراست. اما هنا خصك تكري وحده جديده، كتكري شركه جديده وتكري لا دومين جديد، حيت ما يمكنش تشري وحده جديده وديرها هنايا وترجعها تري، ما يمكنش. هنا بحال اللي كتكري شركه جديده واحد لامارك جديده الناس خدامين فيها وهما كتعطي لهم كاع كلشي مستقلين وهم متابعين الكاد. مثلا هاد اي تي اب تو يو شرات مايكروسوفت، مايكروسوفت عندها هنا مايكروسوفت عندها الدومين ديالها هنا، عندها لي دومين هكا، لي دومين عادية لي شايلد ديالها. فهاد لوكا هادي كندير بين هادي وهادي تراست، لابروفاسيون كتسمى تراست. اما كيكون كنكونفيغري وان واي تراست ولا تو واي تراست. مازال تنوصلوا لهاد نشوفوا هاد نشوفوا البلان ديالها كيفاش داير. دابا راه حنا غا مثلا في التري مزيان، هذا خد بالي غنديروا فيه التري خصو يكون ديجا جوين الدومين ضروري، يعني خصو يكون جوين الدومين. الا ما كانش جوين الدومين ما غاديش، خصو ضروري يكون ديجا جوين هاد الدومين كامل اللي بغينا اشد. حيت الى فاش كيكون جوين الدومين كنتكونيكت على بهذا الادمينستراتور هذا ديال الفوق هو اللي كياجوتي هذا اللي الفوق هنا. نمشيو لهنا لهذا السيرفر اللي بغينا نرجعوه تري، وهذا تري دومين مثلا غادي نديرو تري وغادي نديرو سيتينغ جو هنا نسميوه مثلا it.com
هكا هذا هو، باش نشوف واش يبغي السنية. هذا غادي يكون هو اديسيونيل دومين كونترولر. هذا هو اللي ما كيبغيش يستنى، علاش نخليه كما هو. ندخلو الدومين، نكبرو هادي شوية. بعدا نسينا واحد الحاجة، نديرو هادي بريدج، وغادي نديرو له الاي بي 101 102 102، نرجعو بريدج ونديرو له الاي بي 102 حيت هذا 101 100 101 102. ندير له الاي بي داتا، انترنت، properties، this 00 102. هنا ديال اش الدي ان اس غنديرو، خصنا نديرو ديال الاول ضروري، ليست بوان زيرو بوان زيرو بوان ان. اوكي ونأجوتي اوه الطامي. تاني اللي غادي يكون اي تي اب تو يو، ادمنستريتور جبناه دوم. اوكي كلاوز ريستارت.
كونيكتاو ندخلو نشوفو. لا الدينيس ديال الواحد واحد بدلنا الدينيس بدلنا الدينيس درنا ديال الواحد هذا ديال دومين كونترول ده. دابا غادي نأجوتيو فيه واحد الروز كيفاش كنديرو لو تشاين ديال أجوتيو واحد هاد رولز اند فيتشر نيكست نيكست نديرو هذا هنايا شنو غادي نأجوتيو اكتيف ديريكتوري دومين سيرفيسز نيكست و انستال Installations started on tree. Installation started. نعطل شوية دابا هو سهل. نديرو له بروموتس كلاس نديرو هنا بروموتس السيرفر هذا دومين كونترولر. هنا شنو خصنا نديرو اد نيو دومين تو ان اكزيستين فورست هنا نختارو تري وغادي نديرو دومين جديد اي تي دوت كوم هنا ادمينستراتور
Mystery في الأولى، في السايد درنا الأولى وهذه كنديرو الثانية تاني. وفي السايد كنكتبو غير الدومين، غير السمية فاس مثلا هنايا، هو كيكملها. وهذه تري وي نيكست. اوكي دي فيري في وسط دومين كاين اي تي اب تو يو فوري اي تي دوت كوم. هو ما لقاش يعني مزيان، هو داز وهذا راه مازال. إذا جينا لهنا بهذا طلع 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 باش ندخلو للآخر الفيديس نشوفو واحد الحاجة. هذا هذا راه مازال نسدو هادي، نعاودو نفتحوها، نروح ريفريش، نمشيو تولز مثلا دومين ان تراست. غادي نديرو اوبريشن ماستر. عند من كاينه اوبريشن ماستر دابا دومين نيم؟ هنا عند الكور يعني هي فاش وقعت الريبليكاسيون بيناتهم اصلا انا ما حديتش فيها انا هذا كاع نهائيا، ما جيتش ما قصتوش من البارح ما جيت ليه يعني اوتوماتيكمون كتهلك. بغيت نتي نرجعها دابا فاش طلع دابا بي دي سي ولا خدام. بي دي سي كيولي اديسيوني دابا، الا بغيت نرجع دير دابا فاش هاد بي دي سي يحل المشكل وغادي يطلع يخدم عادي، غادي نرجع نجي لهنا غير جرافيك وكندير له هنا تشينج يس اوكي. ها هو ولا هو بي دي سي هو اللي ولا فيه الروس ديال من ديال هاد. ونمشي للشيما عاوتاني، هاد الشيما شنو غادي ندخل داك غادي نجي ل ادي اس اي بديت ادي اس اي شيما ماشي هنا لا ماشي هنا ماشي هنا لا ماشي طلعت الميساج ميساج
داكوغ، المهم شي ما تنشوفو فين كاينه. المهم الدومين نيمين حنا بدلناها غير من هنا، درنا داك الس داك الكوموند هنا، درناها راه اكتيفينا شي ما هنا، اكتيفيناها في هاد السيرفر. نشوف داك اد سناب ان داك اد اندرو موف شنو كاينه. ما علينا ماشي مشكل، نكملو السطوة راه كاينة حتى نشوفو التالي فين. المهم غادي نرجعو لهذا هنايا التري، نكملو هنايا التري لهذا هكا، ونجيو لهنا نديرو المود باس هنا سايت ديفولت سايت، وهنا الدومين فانكشنال ليفل نديرو هكا. علاش عطانا هنايا الدومين فانكشنال ليفل نختارو غا الدومين سيت، وما عطاناش نختارو الفوريست فانكشنال ليفل، عطانا غا الدومين فانكشنال ليفل و دار الدومين سيت. شكون اللي يقول لي علاش؟ في هاد الكا ديالنا علاش عطانا نختارو غا الدومين سيت؟ حيت في الفوري فاش كرينا اول دومين كنترول اختارينا الدومين سيت، بقى هكاك يعني ميمكنناش نديرو شي حاجة قل منه. أول دومين كنترولر يعني كاين في الفوري كاملة هي اللي هي اللي كتحكم على هذا، واختارينا الدومين فانكشنال ليفل دومين سيس، هذا علاش كطلع غا هذا. نيكست ونيكست نديرو نيكست انستول. نديرو لها واحد انستول. Checking forest sky features. Waiting for Danish installation. غير أستاذي في الدانيش ديالو حيت كلشي كيكون خاص فيه.
انتظر قليلا. Il avait changé pour les fonctionnels légales. C'est par exemple comme... كاين هنا واحد الحاجة شنو سميتها رايس فورست فانكشنال ليفل. هاي هكا هنا شنو عندنا هنا current its operations this forest is operating at highest possible functional level. يعني ما يفوتوش دومين ويندوز سيرفر دومين سيز. مزيان نرجع تاني لهنا tools users and computers. هيا رايس domain functional level. رايس هي هنايا مزيان. إذا راح تزيد لنا هنا واحد هذه إذا جينا لهنا active directory domains and tasks. هنا كنلقاو لي دومين اللي كاينين كاملين. شوفوا هنا كنلقاو مثلا هنا كنلقاو جوج ها واحد وها جوج وهنا كنلقاو شحال واحد. يعني ديجا هنا راه كاينه التراست بين هادو كاملين بين هاد لي دومين ثلاثه راه كاينه التراست ما بين هذا. هنا نقدروا نديروا نتلو دومين فانكشنال ليفل لهاد الدومين هذا وحده هنا باش ما تطلعوش. هو هذا كيترو دي مارا NTDS هذا نيو تكنولوجي دايركتوري سيرفيسز. هذه هي لاكتيف هذه هي الباس دو دوني ديال لاكتيف دايركتوري باش كان اكس نجي ناجوتيو لاكتيف دايركتوري هي هذه الباس دو دوني. مثلا ما تكرياش اوكي نايس هو عاد كي كري الدومين عاد كي ابلاي. دابا يلا مخدم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة ديال لي فاين شحال مازال لي ديال نارا لا تعصب ميموري قريبة تساتيرا أربعة وتسعين أربعة وتسعين أربعة وتسعين child or the OTC هذا غادي نحتاجوه ندير له باور او ونقص له من الرام في 10
نجيو لهاد الشاي الار او دي سي نحيدوه نديرو له واحد سيستان كيناش هذا شايلد نديرو بلاصتو هذا كلاس ويندوز تيس اشتياد لا ما قاريش عندي مع شي حاجة بسيطة ويني ما قاريش اشتياد سيرفر عندي مع الاشتياد مع الاشتياد سيرفر ما خدمتش به نديرو المود باس لادمين لادمين ديال من هنا هنشوف هكا ديال اي تي سلاش اي تي ادمنستريتور ها هو اي تي ادمنستريتور ما غاديش نتكونيكتا في هاد الادمين اللي كاين هنايا هذا هو الدومين ديالنا نسينا على ما يفتح لنا دابا هذا غادي يكون فيه ليزيتيزاتور ديالو بوحدو كيكون فيه المسائل ديالو يعني خاصين فيه مستقل بحال الشايب ويني تايما كيكون تابع لهاد الفايدز اللي كاين هنايا مزيان تكونيكطاو لهذا بويندوز 10 ما تكونيكتوش بالادمينستراتور لا نديرو غاب ب يوزر يوزر ان باسورد هارد نشوف شنو عندنا هنا مش عندنا ريجيزاتور بعدا اي تي ما عندناش نشوف ها هو يوزر ان ها يوزر تو نجي لهاد اليوزر دوم ندير له ريسيت باسورد اوكي ناطر نديرو يوزر دو ديجا راه كيدخل لتحت في اي تي اب تو يور دوم لا نوت باسورد نغطي في شي حاجة يوزر دو بروبرتيز اكونت وهذا يوزر دو نو اب دو نو اونتي سلاش
شوفوا ماشي او كتقول له تشينج دومين كنترولر هنايا يعطينا هذاك الشايب هنايا كنديرو تشينج دومين كنترولر نقدر نديرو مثلا تشينج دومين في الاول الا بغينا هكا نديرو تشينج دومين غادي نديرو براوز ها هو اي تي عطانا هنا اي تي نقدرو ندخلو له اوكي IT مازال كيدور ما بقاش This domain could not be found because the server is not operational. هذا server ما خدامش. هو خدام. هذا هو اللي طلع كندخلو هنا التولز غادي نلقاو فيه تانستالات في الاكتيف ديريكتوري هو الدومين هنا وما عندنا الاي تي عندنا الكمبيوترز اللي كاين عندنا لي دومين كنترولرز اللي كاينين هنايا كمبيوترز هنا دومين كنترولرز اللي عندنا هو هذا التري هنا اليوزر مثلا اجوتي شي اتيزاتو خاصين اللي خدامين في هاد التري اجوتي مثلا ديرو شي يوزر استيو بي ندير واحد اليوزر جديد ونتكونيكتا فيه مثلا يوزر نيو يوزر نسيت قال تاع الكونيكسيون المشكل ماشي في السيرفر السيرفر راه كبير المشكل تاع الكونيكسيون خدمنا هذي نديرو نيو يوزر مثلا نديرو تري يوزر ان قبل المشكل يوزر توها هنا next هنا نضغط باس هنا
فينيش. هنا غادي ندير واحد الحاجة، حيد هذا، غادي نمشيو نقلب هذا، هذا سميتها ام ام سي، هادي غادي نرجعو الشيما. دابا علاش ما لقاش داك الدومين بحال دابا فاش كنجيو نديرو له بحال هكا تشينج دومين، نشوف ونجرب. كنجيو نديرو بحال هكا كنلقاو اي تي، كنقلب عليه ما كيلقاش والو، ما كاينش، حيت ما هذا ماشي، هذا ما فيهش الشيما، رجعنا له الدومين ماشي بي دي سي، هذا ما فيش داك شي شيما، الرول ديال الشيما خصنا نرجعوها له. نطلع الام ام سي، غادي نديرو اكسيون اكشن اد كرها كرها لا شحال تقال هذا، اوكي نرجع لهنا الشيء هادي اكسيون هنا هادي اند اندرومور سيما هادي اكتيف ديريكتوري سيما او اوكي. عاد نجيو لهنايا نديرو له ما عطاناش هنا هكا، غادي نجيو نديرو له بحال هكا تشينج اوبريشن ماستر هاد، وشكون ديال من اس ار في، غادي نديرو له تشينج رجع كيما كان. هذا علاش دابا وقع مشكل حتى في اللوغين، فاش بغينا نديرو اللوغين او الكارنت دومين از اوبريشن ماستر تو ترانسفير هنا يو نيد تو تارجت. اوكي تشينج نقلك كارنت ابديت از اوبريشن ماستر تو ترانسفير تو ديفرنت ديسي يونيت. هاكا خصنا نبدلوه من هي، عاد حنا بدلنا درنا هذا اصلا هذاك ما كاينش، الاخر ما كاينش، خصنا ندخلو عاود ثاني بالكوم لي في اللينت كوموند داك الان تي دي اس ايتيل ونجيبو عاود ثاني من هنا. نفتح واحدة هادي هاكا هاكا كلير درت كلير سهل اس رجعت كنت تعدل اليوزر وقيلا كنت كندير شي حاجة، لا لا ماشي كنت كندير شي حاجة غير حيت هذا خصنا نرجعوه شيما شيما ماستر رول نرجعوه شيما حيت ما عندناش هذا دابا. هذاك الشيما شكون هو؟ هو الاخر، هو هذا اللي كنا حيت كنا حادينا فيه البارح، هذا هو هذا. لا كونيكتاو لو غادي نرجع الاخر هاب لي كوموند بريس سايز ندير شي
ما بغاش المهم نجيو لهنا شي واحد تاعين الدين نعاودو نديرو واحد الريفيزيون بعدا كيفاش نصاوبوها هنا ان تي تي اس. الى جينا نديرو باش كنعرفو شكون اللي يقدر يقول لي الكوموند واش نعرفو بلي هذا واش فيه شكون هما لي سيرفر اللي فيهم شيما والدومين الى عقلتو عليا نت دوم كويري نشوفو واش راكم عاقلين كي نتكم كويري اف سيم تاع اف سيم اف سيم ها هو دابا هذا هو اللي داير لنا المشكل. خصنا نرجعوه كما كان نرجعوه هنا في عنده في البي دي اس. يعني باش نديرو انت دي اس ايتشيل احنا دخلنا على غادي نديرو كونيكشن كونيكشنز كو انفاليد كونيكشنز روز سيت عاد نديرو كونيكشن كندخلو بعدا للروز كونيكشنز ندخلو السيرفر نديرو الكرادينشيال ديال هاد السيرفر ديال الدومين كونترول اللي كنا درنا البارح سيت كريت نديرو الدومين هو اي تي اب تو يو دوت كوم نديرو ادمينستريتور ادمنستريتور والمود باس يعني ادمنستريتور هو اليوزر نيم والمود باس ديالو اللي كان دير او اوكي نو سيت 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 ماشي سوسيتي صافي تانا داك الكرادينشيال وتكونيكتا للسيرفر هذا كونيكت تو سيرفر تو سيرفر غادي ندير هذا يعني هو بي دي سي واحد وان اي تي اب تو يو دوت كوم. البارح فاش بغينا نديرو لا ننقلوها لهي شنو درنا هنا ا اديسيونيل وهنا دابا حنا في هذا تكونيكتا لهذا صافي تاهو تكونيكتا له مزيان يعني احنا دابا لي حتي ار راه مزيان وديك الساعه صافي تمني تكونيكتا له نو كنرجعوا للكوايتس الاف اس ام هنا نديرو نشوفوا لي كوموند اللي عندنا هادي شنو غادي نديرو سايز سيم سكيما ماستر رول سايز في الاول غادي يبغي يديها يعني غير بالخاطر يعني حيت غادي تكون اي كونيكتي مع السيرفر الاخر الا ما بغاش غادي يجيبها سيف يعني سكيما ماستر نشوف كتكتب هكا سكيما غلطنا في شي حاجة سايز نديرو كوبي كولي إيديت نو نديرو مارك نديرو هادي سايز نديرو هاكا إيديت كوبي هنا كولي ها هو نديرو لا يس ها هو دغيا دغيا جاب علاش دغيا ما عطلش بزاف علاش شكون اللي يقدر يقول لي يقول لي علاش ما عطلش ما دخلتش الوقت بزاف باش يرجع لنا السيما كما كانت بحال البارح الى اللي البارح الى لاحظتو عطا بقى كيدور يدور عاد هنا علاش حيت الاخر راه راه الاخر راه اب راه ما راش داون راه خدام
يعني داك اللي فيه الشيء ما راه خدام، بحال اللي شنو هذا خدم وقال له عطيه لي رجع لي، انا هو اللي بغيت ترجع البي دي سي، يعني خاف ترجع لي داك الشيء ديالي. هنا الى رجعنا لهنا باش نتاكدوا نديروا واحد كوايت، وهنا اكزيت اكزيت كوايت، نديروا نفس الكوموند ديال نيتوم، ها هو بي دي سي واحد. حتى الى جينا لهنا كانت كلوز، درنا واحد اكتواليزي، جينا لهنا درنا اوبريشن ماستر، شكون هو اللي فيه الشيما؟ هو البي دي سي واحد، وهذا هو اللي غادي يكون اديسيوني كلوز. الى جينا لهنا مثلا لهذا هنايا درنا بحال هكا تينج دومين، هكا درنا مثلا اي تي، اوكي نيتشري نوت ريسبوندي، رجعنا تكونيكتا بهذا. يوزر دو لا لاحظت شنو وقع دابا فاش دخلت، دابا دخل ولا ما دخلش دابا في هاد الكلاينت، يعني شنو المشكل اللي كان فيه؟ ديال اش المشكل اللي كان فيه في الاول؟ راكم هنايا معايا ولا راكم شوفوا الشيما كان فيه مشكل؟ يعني الا كان حيت هو اصلا ديجا حنا في الدي ان اس ديالو، في الدي ان اس ديالو كنا عاطين له هاديك، نشوف في هاديك في الدي ان اس ديالو كتبت لي هنا شي، انا ما كنتش كنشوف لي ميساج، ما كانوش كيطلع لي النوتيفيكيشن. يعني كان فيه مشكل شي، ما حيت حنا في الدينيس ديال هذا كنا عاطين له ديال هذا، يعني بي دي سي فاش كيتكونيكتا البي دي سي كيقول له هذا ماشي ديال، يعني راه تبدل راه ولا هذا علاش ما كانش كيلقى اللي يدير له لوتيفيكيشن مزيان، حيت ما كانش كتعطيني كاع النوتيفيكاسيون ديال الميساج. سيرفر كان ها بعد ريبليكيشن ما كاينش هذيك لي كاسي لولو الاوت باس، قلنا هنا نيو باسورد يوزر نيم كوريكت، دخلنا اليوزر نيم the value provided from it does not meet the last complete or history required for of the DOM.
ماشي شغلنا دابا نمشي لونوت مود باس عند هي ماشي ما كيهمناش هنا. اوكي هذا اللي طومين هنا ما كيطلع لناش فهذا ماشي مشكل تعينوه شوية. المهم دابا عرفنا باللي ما يمكنش خصك داروا داك فاش هذا رجع يخدم يعني صافي ترجعنا له الشيما ديال الشيما والدومين نيمين الشيما احنا شفنا كيفاش كنرجعوها خصنا ضروري بداك ان تي تي اس اتش ال والدومين نيمين كنرجعوه بداك الجرافيك عادي كندخلو نديرو له سايز. نمشيو لهنا لهذا ونبدلو الموت باس اللي كريينا له هذا يوزر دو هنا ريسيت باسورد احنا درنا له ريسيت باسورد نمشيو هنا نتكونيكتاو بيه كنسل يوزر دو يوزر ماست تشينج باسورد نديرو باس جديد يو على سلامتو باسورد هاز بين تشينجد. لا صافي ترى غير مشكلة في الباسورد فاش كنكتب في الكلافي نعطيني هاي الباسورد كتكتب تكتب كيقول لك مود باسورد هو دخل دابا حنا مزيان الله تخشمنا كيفاش نديروه يعني تري كيفاش نخدمو بالتري يعني ال وديجا راه كتكون لابروباسيون يعني ما بين باش نديرو نوريكم واحد الحاجة دابا التري هذا التري هو هذا إلا جينا مثلا درنا بحال هكا نعطيكم واحد ليكزومبل اللي درنا التري كتكون لابروباسيون بين يعني بين داك الجوج عم تكونيكتا لو لادمينستراتو مشكلة غير في الكلافي بعد شي مرات كتحمق. هذا تري يوزر شنو سميتو تري يوزر غادي نجي لهنا غادي نتكونيكتا بيه في هاد في هاد البيستي هاد غادي ندير بحال هكا ندير له هكا وندير واحد ساين اوت ساين اوت هاد السيونس هادي كانت كثر فيها الترابل شوتين بزاف يعني درنا فيها حلينا فيها المشاكل ماشي درنا هذا باش مزيان اللايف. دابا كنت كنسجل تقريبا كنت كنسجل بوحدي وقع لي هذا المشكل غادي نحبس الفيديو تاع شويه هي رجع ثاني دابا لا خصك فاش كتكون في اللايف كتحل خص ضروري تحل المشكل باش ما تاخذش الوقت بزاف. هنا يوزر دو غادي تكونيكتا الدومين الثاني لا ها هي في ام وات هي كتعاوننا كافيك
هي غطرة فهمتها مرة كتطلع كتحمق. هنا غادي نديرو other user، هنا غاديش نديرو داك، غادي نديرو الدومين IT اونتي سلاش شكون تري user. تري user عاد كيقلب عليه. Make sure that it is connected to your organization and child. Again, if you previously signed into this without another account, you can sign in with that credential. ما شافش نهائيا ذاك الدومين الأول. الدومين هذا IT سمينا غير IT ولا IT.com. شوفوا IT.com IT.com we can sign in with this credential. ممكنش نديرو واحد نديرو administrator administrator. حيت ما بين تري وما بين الشايل راه كاينه التراست، ما كنحتاجوش نديروه. حيت هنا في هذا البي دي سي هنا هذا هول سكرين هنايا سياليزي جينا لهنا اكتيف ديريكتوري دومين اند تراست هو اي تي دوت كوم، يعني كاينه كاين هاد الدومين راه كيعرفو دوماناج شي ما كيعرفوش، حيت ما كنحتاجش نجي غادي ندير لهنا وندير بروبرتيز وندير هاكا. ما فين دومين؟ ماشي هنا، لهنا مغاديش نحتاج نجي لهنا بروبرتيز. انا كنهبط ندير هنا هو كي نديرو هنا بروبرتيز بروبرتيز هنايا تراست. هو ديجا هنا فاش كنجيو لاي تي اب تو دوت كوم كنلقاو هنايا هو اي تي هذا راه عنده تراست. اوكي
هذه هو عنده هذا، ها هو فاس، عنده تراست مع فاس ومع اي تي، وعنده مع فاس ومع ومع اي تي، هذا تري روت، وهذا هذا عنده شايلد، يعني ما كنحتاجوش نديرو تراست بينات، يعني هذا خصو يتكونيكت ديجا، هذا الاخر هذا خصو يتكونيكت. هذا الكلاينت هذا ماشي مشكل، نتكونيكتاو دابا غير الاي تي اب تو يو دوت كوم يوزر دو ما كنكتب شي حاجه كاينه في هذا الكلافي، خلي هكاك شي مشكل. المهم في هذه السيونس هذه شفنا كيفاش كنديرو تري، يعني كيفاش كنخدمو تري، كيفاش نديرو دومين يعني تري. البارح كنا شفنا كيفاش كنديرو شايل، وشفنا حتى كيفاش نرجعو مثلا سيما يعني ماستر لهاد كانت عنده سيما والدومين، كنا خديناها البارح دابا رجعناها، يعني درنا على سايز وجينا خاص ديجا خاص تكونيكتا، ديجا شفنا بلي راه كاين تراس ما بين هاد الدومين هاد وهاد التري اللي كاينه هنايا وهاد الشايل. اما الا درنا مثلا واحد الفوريت جديده ما كيكونش بيناتهم، ما كيكونش بيناتهم تراست، يعني ضروري هنا بالنسبه لهذا نقدروا نجيو نديروا واحد الحاجه ملي فيه المشاكل بحال هكا وريستارت. هادشي اللي كان واقيلا خاص دابا غادي يخدم مزيان، هاي المرة دي ماريو هادي غادي يطلع ستوبين سيرفيس سيرفيسز ريستارت. دابا إلا ترا ديما راه خصو يطلع لنا مزيان، خصو يخدم. نختارو بلا كنستخاتو هاتني نستري جور غادي نبالي فيه واحد الحاجة ونسالي وزا غدا ونكملو باش نبداو في لي جي بي. ادمنستراتور نجيو هنا هذا على هكا نمشيو الانترنت شي نيتورك اند شيرين سنتر هذا دوم كونيكتيف دومين الاول نديرو واحد الحاجة نجربو على هاكا نعطيو له هنا شحال مية وجوج وهنا ديس بوان زيرو بوان زيرو بوان زيرو سلاش ان وكلوز ونديرو له واحد ساين اوت.
it.com. User. ستات بوحدة it.com/user. شنو عطاني هنايا؟ قال لي اليوزر ما تشينج باسورد. نديرو اوكي، نبدلو المود باس. تشينجين باسورد. Your password has been changed. لا اللي فايق وقيل معي هو اللي غادي يعرفني كيفاش باش حلينا المشكل وتكونيكتينا في الدومين. لا نشوفوا شكون، واش راكم فايقين ولا راكم نعاس ولا مدينة ديال اي تي ابتو ديال it.com هنا ما كانش كيعرفها، يعني احنا دابا هذه كتبين بلي راه حنا مازالين فايقين، راه مازال ما نحسينش. ستوراج نيتوركين بي دي سي دوك دخلنا كلشي، خصنا الدي ان اس هذا نسنالو يعني بجوج بين، الا ما بقاش الاول كيدوز الثاني، الا ما بقاش باش نقدروا تكون دابا حنا تكوني فتحنا السيسيون من واحد البيسي كاين في الدومين اي تي اب تو دوت كوم، فتحناها كاينه في تري دوت كوم. نو نو I see after could not be found because the server is not operational. ما كاينش هنا حتى هذا، ما بقاش غير هذا هو الحل ديالو ساهل، خصو شويه ديال كل واحد مازال فايق. خصو الدريسه كاينه، كاين هاد السيونس هادي هي اللي دازت غير بالتراب الشوتين ديال هادي، حيد هادي درت درنا التري درنا هادي ما بغاش يتكونيكتا شوية، حيدنا له الشيما تكونيكتا عاوتاني مورا ما بغاش يتكونيكتا في التري اللي زدناه، عاوتاني حيد زدنا له زدناه في التينيس. كتعرف منين تعرف فين كاينين، فين كاينين يعني المشاكل هنا، الا كاين مثلا الا دخلنا هنا للدينيس ديال هذا ديال هذا، هنا نمشيو للدينيس هكا في دي سي هنا فورورد لوك اب سوم، هنا هذا عندنا بي دي سي واحد، عندنا RODC، عندنا SRV، عندنا هادو هما الانس، الانس شكون اس، عندنا SRV عندنا PDC واحد، يعني هنا نايم سيرفر بحال هكا، وهنا خصنا نجيو الى بغينا نزيدو واحد TNS نايم مثلا نسميو نديرو ما نزيدوش دابا، لا نزيدوش دابا نيو ام اكس
سيناي. المهم تال خليت تال تردد باش ما ندخلوش واحد الدوامة ونبقاو تنحلو المشكل حتى إلا دخلت تما. تال غدا إن شاء الله ونكملو عاد عاد نبداو في نشوفو المشكل ديال هذا، عاد نبداو داك ساعتين في جي بي او، نبداو في جي بي او إن شاء الله. إن شاء الله يلا تهلاو فراسكم تال غدا إن شاء الله نكملو ونبونوي لي زامي كيقلك محمد. إن شاء الله.